سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندير لكم فيه البرجر في الدار، كيفاش تطلعيبو في الدار. المقادير سهله وواضحه باينه. كما كتشوفوا هنايا قدامي عندي بيضه، وعندي جوج صدوره ديال الدجاج، وعندي داك الطبيصيل فيه العطريه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار والكمون والسكينجبير والتحميره، وشويه ديال الثومه. وعندي تما كاينه، راه كنهت لكم بصباعي، عندي البصله مطيشه والخس وضروري الفريت، الخبز ديال البرجر. وعندي تما كاينه، راه كيبان لكم داك الفرماج اللي مربع صابانيطا. وعندي هذا مايونيز وكيتشوب. صافي، هذو هما المقادير. او ضروري البنات في هذا في الكفته، ضروري ضروري غادي نزيدو واحد البيضه، بس بحال الا كتشد بيضه نتوما يشوفوها على حسب الاقامه اللي كتبغي واللي ما كتبغيوش. ومن الاحسن ديروا الاقامه كامله باش كتجي لوينه، ومن الاحسن كاع انكم الا درتو الاقامه الا ديروا كفته ديروها في الدار، حيت ديك ديال اللي كتكون كتبها ما كتعرفيش شنو مطحون فيها. الله ما كتصايبي الحاجه على يديك احسن. المهم انايا هي طحنت الكفته، والبنات انا هنا راني دخلت على الثلاجه، الثلاجة شدات راسها شويه، وهذا وقديت قرات الفريت قليتها وقرات مطيشه وقديت داكشي كامل اللي غادي نقاد. صافي، هنايا عندي واحد الغطايه ديال الاقامه، ديال القرعي ديال الاقامه، دهنتها بشويه ديال الزيت. صافي، وكنقاد بها الكفته. الصراحه كاين داك المول ديال الحرشه، ولكن عندي انايا فيه واحد الهيبه، واحد الحديده فين كتشدي غادي يهدبني شويه، داكشي باش استعملت هاد الغطايه هادي. صافي، غادي نقلبها، كنخبطها بحال هكا واحد شويه، من بعد كنديرها البنات في الطحين. لصقات ليا، المهم كنديرها في الطحين. يمكن ليكم نتوما ديروها في الطحين وتعاودوها في البيض وتعاودوها في لاشابليغ باش كتجي مقرمشه. صافي، هادشي اللي كاين. انا درتها في الطحين ودلت نيشان، حطيتها في المقله باش غادي نبدا نطيبها. هي تبان لكم هنايا وكتشد اللون، مي كديرها في الطحين كتجي بحال هكا، كتجي محمره شويه. هنايا هاد البلاصه عندي فيها الضو ناقص، ماشي بحال الجهه الاخرى، الجهه الاخرى فيها الضو مزيان. صافي، وعندي مقيله واحده اخرى، راه هي كتشوفوها تما كاينه، دايره شويه ديال الزبده وشويه ديال الثومه، وغادي نسخنوا فيها داك الخبز ديال البرجر ديالنا. هذاك الخبز البنات ما تسخنوش على جوج جوايع، بحال لي شفتوني كتسخنوه على ديك الجهه اللي كتكون بيضه باش كتشد اللون شويه، وكتاخد داك المذاق ديال داك الثومه والزبده كتجي لوينه. صافي، هادشي اللي كاين. انا غادي نحطهم هكا يتحمر واحد شويه، وهنايا راني وجدت كما قلت لكم الفريج، وقديت قرط البصله مطيشه الخاص، ودهنت هذا دهنت الخبز ديالي بشويه ديال المايونيز، شويه ديال الكيتشوب. صافي، انا غادي يبان لكم داكشي هادي من بعد كيبان لكم. المهم هي الفكره انها توصل لكم، وصافي كلشي سهل. صافي، هنايا غادي نخليكم انا يتكملوا الفيديو، غادي نقول لكم بالسلامه عليكم. راه كلشي سهل، كلشي سهل. يلا بسلامه، تبقاو على خير.